السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام. نتواجد اللحظة ببيت اللاعب الدولي السابق بفريقي الجيش الملكي والفتح الرباطي والمنتخب الوطني السيد عبد السلام التنيوني، الذي يعاني من أزمة مرضية منذ بضعة أسابيع. تعريف للسيد عبد السلام التنيوني: ابن مدينة وزان، لعب في السبعينات مع الجيش الملكي وكان هدافا مع الفريق العسكري، ولعب أيضا مع الفتح الرباطي سنوات الثمانينات وكان هدافا من الطراز الرفيع. اكتشفه مهاجما الناخب الوطني ومدرب الجيش الملكي في الستينات والسبعينات كليزو، الذي غيره من مدافع أيمن حيث كان يشارك في البطولة العسكرية إلى مهاجم وهداف رائع. عبد السلام التنيوني كان يحب مهنة التدريب التي ولجها من بابها الواسع، حيث درب عدة فرق في القسم الثاني وقسم الهوات، وحقق الصعود مع فرق عديدة مثل اتحاد يعقوب المنصور، اتحاد تمارا، واللائحة طويلة. الحمد لله، هذا واحد ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وانا قبله بصدر رحب. الحمد لله درت العملية وتكلت بنجاح، وهذا الفضل كيرجع لفضل الله سبحانه وتعالى، ولا ننسى الفضل ديال العائلة ديالي ما فيهم الجوجة والأبناء ديالي والخوت ديالي اللي كانوا بجنبي ليلا ونهارا. الحالة الصحية ديالي في تحسن، وإن شاء الله قريب إن شاء الله غادي نقوم بالعملية الثانية، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء وشفاء جميع مرضى المسلمين. والحمد لله حنا صابرين، اللي شي حاجة جات من عند الله الحمد لله حنا صابرين عليها. بكل صراحة أنا ما بكل صراحة وبصدق أنا ما كنحبش هذه الكلمة ديال دعم، لأن كيولي الإنسان كفقير كيتوسل بعض الأشخاص كيتوسلهم باش يعاونوه ولا لا. هذاك لعبت مع فريق الجيش الملكي، لعبت مع فريق الفتح الرباطي، كنت دولي. هذا لان هاد الانديه عطيت فيهم، هاد الانديه كنت الهداف ديالهم. هذا كان رد الجميل، خاص يكون رد، خاص المغاربه جميع الانديه رؤساء ديال الفرق خصو يكون عندهم ثقافه ديال رد الجميل، لان باش واحد الانسان عطى صحته عطى وقته سمع في عائلته في الاخر ما يشوفش حتى واحد يدق عليه في الباب ويقول له كي درتي. ماشي الماديه هي كل شيء، غير الواحد يدق عليك ويقول لك كي داير، كي ولات الحاله ديالك، هذه ترفع المعنوي ديالك وكتقول تبارك الله هادو هما الرؤساء اللي بغيت. الاخ ديالي عبد السلام التنيوني داز مر من واحد المرحله كانت شويه صعبه بالمرض ديالو وداك الشيء، ولكن ولله الحمد الان بدا كيسترجع شويه بشويه الحاله الصحيه ديالو، وكنتمناو من الله باش تكون حتى العملية الآتية إن شاء الله تكون في واحد الجو يعني مرين وواحد الجو لطيف إن شاء الله بحول الله. من لاعب كرة القدم إلى مدرب كرة القدم، مدرب كرة القدم لا ننسى بأن أعطى الشيء الكثير والكثير جدا. نعم، فيما يخص الاخوان او اللاعبين اللي تلمدوا على يد اللاعب التنيولي او الاطار الوطني سي عبد السلام التنيولي، هما كثار يعني كثير 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 جدا. فيما يخص نبدا لك بالحارس زهير العروبي، حارس يعني اعطى الشيء الكثير للبطوله الوطنيه، وكان مع الفريق الكبير فريق الوداد البيضاوي اللي حرز على 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 بطوله من البطولات الافريقيه، وكذلك هما لاعبين في البطوله الوطنيه كثير، ما يمكن ليش انا واعتذر لان ما كنعرفش اللعبه بزاف. وفيما يخص اللاعبين اللي تكونوا على يد سي عبد السلام التنيوني، هما لعابه دوليين، لعابه اللي عطاو للمملكه المغربيه وليس الفريق، مثلا غير الفريق، مثلا نقول لك سي عبد الكريم الحضريوي اللي غني على التعريف، لاعب دولي اللي لعب خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن وعطى الشيء الكثير، ومنهم عزيز الصمادي لاعب الجيش الملكي والمنتخب الوطني، ومنهم
الرموكي عبد الرحيم الرموكي، ومنهم الاخ المهدي. كنشكر الاخ المهدي اللي كيتواجد في الديار الاسبانيه، اللي كيرجع له الفضل، اللي كيرجع له الفضل في جمع اللم ديال هاد الكتيبه اللي كانت عند الاطار الوطني السي عبد السلام التيولي. وسي محسن بوهلال كذلك هو مثال، راه الان كيشرف الكره الوطنيه كأجوان ديال المدرب طالب. وهما وانا في نفس السياق كنعتذر، لان اللائحه طويله جدا، وكنعتذر اللي ما جبتش الاسم ديالو، وكيسمح لي بهذه المناسبه نوجه نداء الى المعنيين بالامر، اللي هما فريق الجيش الملكي والفريق الفتح الرباطي والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، قصد الوقوف بجانب السيد عبد السلام التنيوني في هذه الظروف الصعبه والحرجه. وفي الختام، واعترافا بالجميل، يجب علينا وعلى الاوصياء على الرياضه الوطنيه الاهتمام بقدماء اللاعبين، وخاصه في الحالات المرضيه على الاقل، لان ذلك سيشكل حافزا للجيل الحالي والجيل القادم على تقديم عطاء سخي وفي المستوى. وشكرا.